A charged particle with velocity v equals v في اتجاه ال I moves under the influence of magnetic field B and an electric field E. If the magnetic field B equals B في اتجاه ال K يعني برا الصفحة, what should be the direction of the electric field so that the total force on the particle is zero؟ يعني لازم الفورس بتاعة الماجنتيك فيلد تساوي الفورس بتاع الالكتريك فيلد عشان يبقى الناتج صفر. هنفترض ان الشحنة موجبة, طبعا مش بديك رسم انا رسمت, هنفترض الشحنة موجبة تتحرك في اتجاه الماجنتيك فيلد, يعني نحرك ايدينا في اتجاه الماجنتيك فيلد, يبقى الفورس لتحت ادي الاف بي لتحت, وبالتالي لازم يكون الاف اي تعادل الاف بي لفوق. فلو الشحنة موجبة لازم الالكتريك فيلد يكون لفوق عشان تمشي معاه, ده فرض ان الشحنة موجبة. طب لو الشحنة سالبة, الحركة اهي والماجنتيك فيلد لبره, يبقى الاف بي هيبقى لفوق, يبقى احنا عايزين اف اي لتحت. الشحنة سالبة في الحالة التانية, وبالتالي الماجنتيك الالكتريك فيلد لازم يكون لفوق عشان الشحنة تروح لتحت, لان عكس الشحنة الموجبة بتمشي مع الالكتريك فيلد. مرة تاني, لو الشحنة موجبة يبقى همشي مع السرعة واروح للبي الفوق اف بي لتحت. طيب احنا عايزين بقى فرص الاف اي لفوق, الشحنة موجبة يبقى لازم الالكتريك فيلد لفوق, وبالتالي القوة دي تعادل دي. السالب الشحنة سالبة عكس الكلام ده تماما, الشحنة ماشية يمين هروح للماجنتيك فيلد, الفرص اف بي لتحت لو كانت موجب معناته ان الاف بي لفوق. طالما الاف بي لفوق يبقى احنا عايزين اف اي لتحت. طيب يبقى الشحنه سالبه قلنا, يبقى لازم يكون الماجنت الالكتريك فيلد لفوق عشان الفورس تبقى لتحت وبالتالي تعادل. انت افترض موجب وبس, خلاص السالب عكس الموجب وخلاص. فالافتراض ان الشحنه موجبه تروح الماجنتيك فيلد الاف بي لتحت, الشحنه موجبه يبقى لازم الالكتريك فيلد لفوق عشان يعمل لي فورس لفوق, السالب عكس الكلام ده.